كيجي من المدرسه كان كيشوف الدراري الاصدقاء ديالو كان يتقدم مع البزنس، ومهم في المدرسه بريفي في كامل في برنوسي. وسيدي منين كان كنا واحد لابارتمون تماك، ومنين سكننا كان الاخ ديالي كيقرا في واحد المدرسه بريفي في خويا. حنا دابا تقريبا شي تقريبا شي عامين باش خدينا الجيل المباشر ديال النواحي المحمديه بالضبط من عين حروده. كما كتلاحظوا معنا هذا واحد المواطن، الاخت ديالو شرات شقه سكن اجتماعي 76 مليون، لاس انها ترتاح وتلقى الراحه ديالها مع الابناء ديالها. دابا كتفاجئ بواحد الناس خالعهم في الحي دير ما بغى وكيبيع باللالي كما قال لنا الاخ ديالها. اكيد غناخذ تفاصيل اكثر على اللسان ديالو وشرح لنا شنو واقع بالضبط امام العماره، وعلاش هاد السيد خالعهم وعلاش مركب فيه مضر الركاب. السلام عليكم اخ العزيز. وعليكم السلام سيدي. اشرح لي شنو واقع اخويا وكيفاش عايش هاد الطرق. اخويا حنا دابا تقريبا شي تقريبا شي عامين باش خدينا واحد لابارتمون تماك، ومنين سكننا كان الاخ ديالي كيقرا في المدرسه بريفي في كامل في برنوسي. وسيدي منين كان كيجي من المدرسه كان كيشوف الدراري الاصدقاء ديالو كان يتقدم مع البزنس، ومهم تبلا بحال هكا حتى هو ولا كيمشي عندو. اها ومن بعد شنو وقع؟ من بعد سيدي منين اشرح لي الاخت ديالك قلت لي كيتباع الحشيش قدام العمارة، ما فهمتش اشرح لي اكثر باش نفهم. دابا كان اونفاس الشراج مع عندنا حنا كنلقاو البزنازه بكات كاطات واحد الجوقه ديال عباد الله وواحد الصف ديال الطوموبيلات تقريبا ما يقارب واحد 40 طوموبيل ولا اكثر، يعني بحال السوبر مارشي كتشوف تما كيتقدم عندهم حابسين الطريق الا دسي من حدا الطريق ديال البحر ديال البحر اللي كدير الحي الصناعي ديال البرنوسي. في كان دوار كان في كان حربيري ودوار الحجر انا ما عرفتي راه كاين شي 40 ولا 60 طوموبيل اللي كتلقى دابا حاليا تلقى دايرين الصف. سيدي حنا درنا الشكايه شو مشينا عند جوندارم ديال كازا كاملين على قبل هذا السيد وتوما وكنعيطوا في الفيكس. حنا عين حروده سيدي. عين حروده اه. وكنعيطوا عليهم بالتليفون تيقول لك واخا حنا جايين وما كيجيوش. وواحد النهار تبعتهم الطوموبيل قلت لهم ها هو السيد راه عنده 4x4 راه توارك اللي دزتو من حدا راه هو البزنس اللي دايم بالشكايه، قال لك حنا ما نقدروش نجيو ليه بحكم انه عنده سياره. واخا وكيفاش راه الدور دابا انتوما كساكينه حتى كما قلت لي كتكلم نيابه على الاخت ديالك. حنا شوف العماره بحال بحال جميع الساكن بحال بحال ساكن. دابا حنا المشكل عندنا هو الاخ ديالي تبلا، ودابا راه كيف مصحه ديال الادمان ديال 20 غوش، يعني راه مده دابا تقريبا شي شهرين حنا كنحطوا عليه ميزانيه على حساب باش يتعالج من ذاك الادمان. وقرايته كان كينجح بمونسيون كان كينجح ب 17 18 دابا مابقاش كيبغي يقرا، ويلا طلع الثانوي دابا وليلى يلاه وصافي. واخا اختك شنو كتقول في هذا الشيء اللي واقع قدام العماره؟ اختي عيات ما دير شكايات وعيات ما تجمع الناس وباش مشيو عند الجوندارم، ورغم ذلك مع الخدمه ديالها ما بقاش ما نقدرش نكمل حتى ان التجأت ليكم. دابا انت كتكلم نيابه عليها وكما قلتي مدرك الوجه ديالك باش انت ما تعرفش. سيدي حتى واحد النهار لا حتى واحد النهار درنا الشكايه ومشينا عند الجوندارم، وجا عندنا بداك الميكروات اللي كي بحال اللي كيديروا الخضاره، وهذاك جا كيغوت باللي تيقول ما تصوروا من عندي والو. انا ميكرو كيقول لك والله لا صورتوا شي حاجه، حنا واحد المده حنا كنبيعوا ما عمر ما واحد يتشد. وسميتو مع شي جوج مع ثلاثه بينوا واحد الجناوه من القنت ديال الطوموبيل ديال الكات كات. جاب بو واعره. وسميتو ما تيقول لهم واحد اللقب بحال هكا جدي ولا مع جدي بحال هكا، هذا هو اللقب ما بقيتش عاقل على اللقب ديالهم. داير القاب تماك في هاد الناس اللي عندهم تما. ما تيقول لي جدي ولا مع جدي بحال هكا سيدي. واخا شنو تقدر تقول لجهات انا اكيد غيدخلوا القلب. انا عي حنا نعرف راه واحد سمعنا ان واحد لاجودان بغى يدخل وضربوا طوموبيل حتى لاجودان وقال تجرح في كتفه ولا ما عرفت في ظهره، وحنا كنطلبوا من المسؤولين يدخلوا. حنا هذا هو ما عينا ما ندخلوا مشينا كاع الاتجاهات والو ما حتى واحد ما دخل، بغينا المسؤولين يدخلوا. واخا كما قلتي دابا انت كتكلم ومضرب الوجه ديالك كما قلتي تفاديا ان يوقع شي مشكل ويجيو لك كما قلتي من بعد. انا خايف على عائلتي وعلى خوتي، اما انا ما كنجي عندهم مره كنجي عندهم شي 3 جوغ ولا 4 جوغ كنجي ندوز معاهم وكنمشي. علاش كتجي دوز معاهم هاد المده كامله حيت زعما خايف عليهم ولا شنو بالضبط؟ راه خايف عليهم خصني كل مره نطمئن عليهم، حتى الا خرج اون فوا كنخرجوا من الموبل كنلقاهم اون فاس معانا، كاين لي ترافو كاين اون فاس معانا وهما مخشين وسط لي ترافو، كاين ورا واحد المدرسه واقيلا مهجوره وحده مركز صحي السهام. واخا كما قلتي لي الغريب في الامر ان الوقت اللي مشات الاخت ديالك دير شكايه جاو قدام العماره بالليل ولا في المنتصف النهار ولا بالليل؟ لا بالليل مع ديك 12 الليل جبدوا هذاك الميكرو بدا يقول لك حنا ما تصوروا مع الدم ديال
الخضاره وبداو اش بدا كيقول تو كما تصوروا ما عندنا والو. اكيد نتمنوا الرساله ديالك توصل للجهات المعنيه، اكيد كل الثقه في العناصر الدرك الملكي سواء السريه ديال المحمديه سواء المراكز الترابيه اكيد غيدخلوا على الخط وغيتم الحل ديال هذا المشكل اللي كنت قلتينا على اللسان ديالك. الحدود الساعه مازال في اي مكان هذا الناس هادو شي ما على ما يقرب من شي 6 شهور حنا كنديروا شكايات كنعيطوا للجوندار يعني عيط كاع الارقام ديال مصالح وبزاف د الحوايج والو ما كاين حتى شي ما كاين حتى شي نتيجه. دير الله خير اخويا ان شاء الله. واش اخبار ديال الخير تم الحل ديال هذا المشكل كيما حنا حسب الاقوال ديال الشاب اللي قال لنا الاخت ديالو مضطر بشكل كبير بسبب تاجر المخدرات اللي امام العماره شكل رعب. ما نخليهمش مرتاحين ما نخليهمش هانيين ولكن كما قلنا اكيد كل ثقه في العناصر الدرك الملكي اللي اكيد غيقدروا يتدخلوا على الخط وتحل هذا المشكل لهاد السيده كباقي الساكنه اللي في العماره. الى هنا نكتفي بالقدر على امل القاكم بث مباشر اخر والسلام عليكم.